Let's go. خاوتي انا قريب نوصلو ايام مسكين هو قاعد ها وري ورانا راح اصبر السبوليت بينكم هنا ها حاجه زرقاء ها وري الحمد لله لحقنا على خير مو هذه هي البلاصه اللي كنت حابكم ديكوفريها معايا الزاويه سيدي احسن بلديه عين الروا وليت صيف ليتس جو اوف خوتي وصلنا شدت الكاز هاي البلاصه يا دار زلت تشوفوا لي عند دخل رأفوا منا تستخلوها صح خليكم نعرفكم شوية بتاريخ المنطقة بخوتي نحكي لكم شوية على تاريخ البلاصة هذه لازم كي تجي البلاصة لازم تعرف شوية عليها معني ليش سيدي حسن هذا لحسب ما قريت جدودو هو من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جدودو ابن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبنات لأول مرة سنة 1203 وقد تخدم وخرجوا منها بزاف من المناضلين الثورة الجزائرية كي جات فرنسا ردموها كسروها هايتو هيا عاودوا بعد الاستقلال في سنة 1965 عاودوا بنوها عاودوا عدلوها يعني قاد تخدم حتى 2004 قال لك ولات صيف ولات عاودة بنوها رمموها ريستوريت عاودوا بنوها واللي تشوفوا فيها بهذا الشكل بقات هذا الشكل منذ 2004 يا بنشوف لافي من فوق الجبل كيفاش راح تكون نطلعوا منا ولا منا ما بانتش لافي من بعيد من هاني حبيت نطلع لهذا الجبل نشوفوا اسكو تبان باهيه ولا لا
الجبلية هيا 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 اطلع كوراج ما حبش يجي تما جينا خاوتي جينا داخلين لقينا الباب تسكر ايش صوتي شبر شبر انا معيش اه انفان Guys, just start connect. Let's go to the plaza. Let's go. Video is the experience. Vida with Zakaria. See you then.